إلى عهد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل. ثم جاء زمن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي فترة طويلة، فترة طويلة في خلالها حرفت التوراة والإنجيل، وغير دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، ولم يبقى على الدين الصحيح من أتباع موسى وأتباع عيسى، لم يبقى إلا أفراد قليل، أفراد قليل. ثم إنهم انقرضوا ولم يبقى أحد، فصار أهل الكتاب من اليهود والنصارى على دين محرف مغير مبدل، ليس هو دين موسى عليه السلام ولا دين عيسى، بل هو دين مغير محرف، وإن بقي اسمه.